السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم طلاب الصف السابع؟ أخذنا الحصة السابقة يا سابع عن النكرة، عرفنا شو النكرة وعرفنا شو المعرفة. تناولنا نوعين من أنواع المعرفة اللي هي العلم واللي هي المعرف بأل. الآن اليوم راح نحل التدريبات، باقي أنواع المعرفة راح يكون كل درس مفصل لها في الوحدات القادمة. راح نذكر لكم باقي أنواع المعارف ذكر عشان التفصيل راح يكون في الوحدات إيش القادمة إن شاء الله، ونحل تدريبات العلم والمعارف اللي احنا اخذناهم. خلينا نكتب مع بعض يا سابع. هذا انا، الذي، يا محمد، رجل العلم. طيب الآن نلاحظ، احنا قلنا يا سابع في الحصة السابقة انه المعارف نكرة والمعرفة يختص بمين؟ بالأسماء. يعني أنا بدي أكتب أسماء، ما في الأفعال ما لهاش دخل في درسنا. الآن لو جيت اطلعت على هذا، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هاي شو بسميها؟ أسماء إيش؟ أسماء إشارة، صح؟ أسماء إشارة، اللي بستخدمها للإشارة شو بسميها؟ أسماء إيش؟ إشارة. طيب أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، هاي ضمائر لمين؟ متكلم، مخاطب، غائب. يعني أنا بعتبره ضمير، صح؟ أنا ضمير. الآن الضمائر سواء كانت متكلم ولا مخاطب ولا غائب راح أعتبرها من أنواع إيش؟ المعرفة. أسماء الإشارة من أنواع مين؟ من أنواع المعرفة. طبعا احنا راح نفصل حصة لكل نوع في الوحدات القادمة إن شاء الله، راح نحكي عنها بتفصيل. إذا أول نوع من أنواع المعرفة اللي أخذناه في الحصة السابقة العلم، قلنا العلم بيشمل كل ما يدل على مسمى بذاته ويشمل اسم الشخص، كنيته ولقبه. الكنية قلنا يصدر بأب أو أم، اللقب أي لقب حتى لو كان سواء كان يدل على مدح أو إيش أو ذم. ويشمل العلم اسم المدينة واسم القبيلة واسم إيش الأنهار. المعرف بأل عرفناه يا سابع، شو حكينا؟ كل اسم دخل عليه أل للتعريف، العلم، الرجل، السلاح. في فرق بين سلاح والسلاح. سلاح نكرة، لما دخلت عليها أل للتعريف صارت إيش؟ صارت معرفة. الآن رح نستكمل أنواع المعرفة، أسماء الإشارة كمان والضمائر، متكلم، مخاطب، غائب. الذي، الذي، التي، اللذان، اللتان، اللاتي، هاي شو بسميها السابع؟ أسماء إيش؟ هاي بسميها أسماء موصولة. الأسماء الموصولة كمان من أنواع إيش يا سابع؟ من أنواع المعرفة. يا محمد، شوفي عندي هون، هون في عندي نداء، حرف نداء، وبعد حرف النداء شو بسميه؟ منادى. المنادى من انواع ايش كمان؟ منادى من انواع المعرفه. مين المنادى اللي يسبق بحرف النداء؟ اسمه سابع، اللي سبق بحرف نداء هذا بسميه منادى، سبق بحرف ايش؟ بحرف نداء اللي هو ايش؟ الياء. الان رجل العلم، خلينا نطلع على هاي. الان رجل لحال نكره، صح؟ رجل لحال يا سابع نكره. الآن لما أضفت رجل إلى العلم، مش العلم معرفة، هاي اسمها نكرة مضافة إلى معرفة. شو اسمها؟ نكرة مضافة إلى معرفة. ليش هو معرفة؟ لأنه معرف بأل. إحنا أضفنا النكرة إلى معرفة، لما تضاف النكرة إلى معرفة فإنها تكتسب إيش؟ تكتسب التعريف. عندما تضاف النكرة يا سابع إلى معرفة فإنها تكتسب إيش؟ التعريف. في فرق لما تحكي رجل لحال نكرة، لما أجيبها أحكي رجل العلم صارت معرفة، لأنه هاي النكرة أضفناها إلى إيش؟ إلى معرفة، وراح تحكي المضاف إلى معرفة. شو نوعها هون؟ المضاف إلى معرفة، أو المضاف إلى معرف بإيش؟ بأل. الآن راح نلخص أنواع المعارف، أنواع المعرفة. خلينا نلخص يا سابع مع بعض، نعد أنواع المعرفة ونشوف شو اللي أخذناه. أنواع المعرفة: العلم،
المعرف بأن تعريف. طبعا هاي تناولناها امبارح، العلم المعرف بأن تناولناها في الحصة السابقة. أسماء الإشارة الأسماء الموصولة المنادى المنادى. العلم المعرف بأن التعريف، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المنادى، والمضاف إلى إيش؟ هون الضمائر، والمضاف إلى إيش سامي؟ إلى معرفة. الضمائر والمضاف إلى إيش؟ والمضاف إلى معرفة. تناولنا بالحصة السابقة إنه عن هذول. إن شاء الله الحصة القادمة راح نخصص حصة في الوحدات لكل نوع من أنواع إيش؟ لكل نوع من أنواع المعرفة. اليوم إن شاء الله راح نكمل التدريبات على العلم وعلى المعرف بأن إيش؟ بأن التعريف. افتح لي سادة الكتاب صفحة 24 نحل التدريبات. افتحي الكتاب صفحة 24. اجعل النكرة التي تحتها خط معرفة والمعرفة نكرة فيما يأتي. المطلوب من السؤال يا سابع انه النكرة خليها معرفة، والمعرفة شو اخليها احولها لايش؟ لنكرة. خلينا نشوف ألف. أطعمت هديل طيرا في حديقة المنزل. الخط محطوط تحت طيرا. أول شيء بدي أحدد طيرا إذا نكرة أو معرفة عشان أعرف إيش أحولها. ألف طيرا. الآن طيرا يا سابع عرفت خصص أي نطر، راح تقولي أنا نطر صح؟ معناته مش معروف، والدليل إنه وجود التنوين. إذا هو إيش؟ هو مش معروف، والدليل وجود التنوين. إذا هو إيش؟ هو نكرة. الآن أنا بدي أحوله لمعرفة. إذا هو نكرة بدي أحوله لمعرفة. كيف بحوله لمعرفة؟ شو حكينا يا سابع؟ أنا إذا بدي أحول النكرة إلى معرفة بدخل عليها أل التعريف. شو صارت؟ الطير. صارت الطير. هاي نكرة حولناها لمعرفة عن طريق إدخال إيش؟ إدخال أل التعريف، فصارت إيش؟ فصارت الطير. ماشي؟ خلينا نشوف بقى. يحافظ الحارس على أمن حديقة الطيور. الخط تحت الحارس يا سابع. الآن الحارس أول شيء بدي أبين نوعها عشان أحولها، بما إنه فيها أل التعريف إحنا المعرف بأل من أنواع إيش؟ المعرفة. إذا هي معرفة. الآن كيف بدي أحولها إلى نكرة؟ راح أشيل إيش؟ أل التعريف. شو هعمل يا سابع؟ راح ألغي أل التعريف، صارت إيش؟ فصارت حارس. راح ألغي أل التعريف وصارت إيش؟ حارس. ماشي؟ إذا هون صارت إيش؟ صارت نكرة. خلينا نشوف السؤال الثاني. جاء حارس إلى المنزل يحرس المنزل. راح تقولي مين الحارس؟ املأ الفراغ في الجمل الآتية بأعلام مناسبة. الآن بدي أحط علم. قلنا يا سابع العلم بيشمل اسم شخص، كنية، لقب، اسم مدينة، اسم قبيلة أو اسم نهر. الآن خلينا نشوف في الجملة الأولى بدي أحط علم. يطلق على فراغ عروس الشمال. بدي أحط اسم مدينة صح؟ اللي هي علم. راح نحط إيش؟ إردن. وهي معرفة ونوعها علم اسم مدينة. راح نحط في الفراغ إيش؟ الأول إردن.
يقام سنويا مهرجان فراغ للثقافة والفنون، بدي احط اسم علامة. مهرجان ايش نسميه؟ مهرجان جرش. جرش يا معرفة عنها اسم ايش؟ اسم مدينة وهي علم. الآن جيم مطلوب السؤال نحط علامة، يعني معارف يسارة. سميت فراغ بأسماء عديدة منها فيلادلفيا وعنونة. هاي الأسماء مين أخذتوه في التاريخ؟ راح نحط اسم علامة. اللي هي راح تكون ايش؟ عمان. هاي من أسماء مدينة ايش يسارة؟ من أسماء مدينة عمان. خلينا نشوف التدريب 2-3. عين المعرفة فيما يأتي. الآن بدنا نقرأ ونعين المعرفة يا سابع. ألف، قال عمر أبو ريشة يصف طائرة. وثبت تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا. الآن بدي اطلع على اسماء، بدي استخرج المعرفه، وبدي اطول ايش؟ بدي اطول اسماء. خلينا نشوف. قال طبعا قال فعل ما لناش دخل فيها. من الف يلا. عمر كمان ابو ريشه طائره النكره. وثبت تستقرب النجمه، النجمه كمان الذيلة. الآن شو مع عمر؟ ليش اعتبرناها معرفة؟ اسم ايش سابع؟ اسم علم اللي هو اسم شخص، صح؟ الآن أبو ريشة بنلاحظ إنه تصدر بكونيا، اسم علم كونيا. النجمة ليش اعتبرناها معرفة؟ لأنه معرف. النجمة والذيلة اعتبرناهم يا سابع معرفة لأنه معرف بإيش؟ معرف بال تعريف. هاي بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لألف. خلينا نشوف بقى. عجلون ذات طبيعة جبلية جميلة. بدي اطلع الأسماء، انتبه. الآن عجلون ليش اعتبرناها معرفة؟ لأنها اسم إيش؟ اسم علم بين قوسين. اسم ايش يا سابع؟ اسم مدينة، صح؟ احنا قلنا اسم المدينة تندرج تحت مين؟ تحت العلم. الآن جيم. اقترحت الدليلة السياحية على السائحين زيارة منطقتي زيا ودبينة. الآن اقترحت فعل ما لناش دخل فيها. الدليلة السياحية. الدليلة السياحية، وهي ايش معرفة؟ نوعها معرف بأن التعريف. السائحين هاي كمان معرفة يا سابع لأنها معرفة بإيش؟ معرف بأن التعريف. زي ودبينا هاي معرفة اللي هي اسم علم، اسم ايش من اسماء العلم؟ مدينة او ايش او منطقة. قال احمد شوقة
الطرق سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. الآن بدنا نستخرج إيش؟ المعارف. الآن أحمد هي إيش؟ هي معرفة لأنها اسم علم، نوعها من أنواع المعارف السابعة اسم إيش؟ اسم علم. طبعا دمع نكرة، دمشق هي معرفة من جهتين، أول شيء إنها منادى بعدكم أخذتوه، ثاني شيء اسم علم اللي هو إيش؟ اسم مدينة. خلينا نشوف شوف كمان أنواع معارف. سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. الآن بردة، شو رأيك في بردة؟ هل هي معرفة؟ ليش؟ لأنها إيش كمان؟ علم. الآن رح نشوفها. كانت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها عالمة جليلة. الآن بدنا نشوف شو إيش شو المعارف. السيدة هي معرفة لأنها معرف بأهل التعريف. وعائشة لأنها اسم إيش؟ علم. إذا هي معرفة لأنها إيش سابع اسم إيش؟ اسم علم. السؤال الرابع، صنف المعارف التي تحتها خط فيما يأتي إلى علم أو معرف بأل التعريف. يعني اللي تحتيه خط بتقول لي هل هو علم ولا معرف بأل؟ إذا علم رح تحكي لي شو نوعه، اسم إيش؟ ماشي، رح يكون معك السؤال الرابع واجب. خلينا نحل كمان تدريب عشان أعطيك أربعة وخمسة إيش واجب مع بعض. ألف، قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. خليني أحل لك أول اثنين ونكمل معك واجب مع السؤال بعدي. سؤال أربعة. ألف، الآن عندنا الكتاب تحتها خط وإدريسة. الآن الكتاب ليش معرفة؟ لأنها هي سابع معرف بأل التعريف. إدريسة ليش معرفة؟ لأنها علم اسم شخص، صح؟ إذا إدريسة علم اسم شخص والكتابة معرف بأل التعريف. ب، قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. الخط تحت النجم والماء، هون ألف وهون إيش؟ ب. هاي من أنواع المعرفة، معرف بأل تعريف. راح تقول لي يا سابع اذا معرف بأل التعريف يكون في ال، واذا علم راح يكون اسم لاشيء، اما شخص او كنيه او لقب او اسم مدينه او اسم قبيله او اسم ايش او اسم نهر. الان راح تكمل لي واجب معك جيم ودالها. حليت لك انا الف وباء، راح تكمل معك واجب جيم دال ها مع سؤال ايش؟ خمسه راح يكون معك، سابع ايش؟ راح يكون معك واجب. كون ثلاث جمل اسمية يكون المبتدأ فيها معرفة والخبر نكرة. يعني لو تحط الأول معرفة زي أحمد، هاي معرفة مجتهد نكرة، راح تبدأ بمعرفة. ماشي، العلم مفيد زي هيك راح تعمل لي يا سابع. وإن شاء الله الحصة القادمة نتناول قاعدة الكتابة ويعطيكم العافية.